جميع. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات والإثارة مستمرة على أرضية ميدان التحدي بمنافسات وتحديات سن اللقاية. مع منافسات وتحديات مسافة 5 كيلومترات، هذه المسافة المرافقة لنا بتحديات هذه الفئة العمرية لأشواطنا العامة لمنافسات سن اللقاية وتحديات شعارات أبناء القبائل أبناء دولي مجلس التعاون. مرحبا بالجميع، مرحبا بالحاضرين والمتواجدين والمنافسين على أرضية ميدان التحدي لنتابع مشاهدينا الكرام هذه الأسماء التي تحضر في شوطها 15 التي تشارك وتتواجد بانطلاقاتها بسجلاتها الحافلة. لنبدأ بالنداء مع المركز الأول لنتابع راهية على المركز الأول لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، من يتقدم شعاره على المركز الأول. المركز الثاني ريادة لصالح بن مسلم بن عقيل المري على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من نبل مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع من أيمنة الميدان دلمة لسعود بن سالم الصعاق. والمركز الخامس اللي وصلت بهذه اللحظات قرار لحمد بن طالب الراشد بن مسعود. إذا مشاهدينا الكرام هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة في مسيرة وتحديات شوطنا المنطلق، الحاضر بالإثارة بالانطلاقات بالتحديات بالحضور المشرف لهذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد بانطلاقاتها الرائعة على أرضية ميدان التحدي. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول. الأسماء بالمقربة من بعضها البعض في كوكبة جماعية حاضرة مع تحديات المقدمة مع سكان الصدارة بحضور نوعيات نادرة بهذه الانطلاقة. البداية وأول المراكز راهية على المركز الأول لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، من يقدم لنا شعاره على انطلاقة أول المراكز. المركز الثاني القادم شعار الصعاق مرافقا لدلما سعود بن سالم الصعاق، من يقدم لنا دلما على المرتبة الثانية. المركز الثالث غرار لحمد بن طالب بن راشد بن مسعود. المركز الرابع أتابع من واقع الشعار الذي بدأ يدخل بهذه اللحظات شعار بالنايلة، من بدأ يصل بهذه المسيرة وبهذه الانطلاقة من واقع الشعار، من رافق سلام في الأعوام الماضية في قديم السنوات. بالفعل هذا الشعار بالنال الذي بدا يصل بهذه اللحظات ويتقدم مع وشيم لناصر بن غانب بن ناصر الثهيدي المري. والمركز الخامس التسلل للمركز الثالث بهذه اللحظات من رياده لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل المري. هذا هو النداء الثاني للاسماء الخمسه الاولى المتقدمه والحاضره بانطلاقاتها. لنعود ونستجد معكم ماذا يدور مع مجريات المقدمه وماذا تجري من أمور مع الصدارة ومع المركز الأول. ما زال شعار البريصي على المركز الأول، ما زال هو من يدير مجريات هذا الشوط بتقدم راهية وانطلاقتها على المركز الأول وحضورها مع المقدمة والصدارة. راهية تعود ملكية لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري. المركز الثاني بن عقيل، من يقدم لنا شعاره مرافقا لريادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل المري، يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا خطورة هذا الشعار وخطورة هذا المسمى ريادة. ريادة الحاضرة مع المركز الثاني أيضا من النوعيات النادرة، وهذا الشعار من الشعارات الخطيرة التي حققت إنجازات مثيرة وأهدت أبناء الشحانية نواميس عديدة على أرضية هذا الميدان وخارج أيضا الميدان. المركز الثالث شعار الصعاق أيضا من الشعارات التي أيضا تعطى علامة امتياز بما قدمت من إنجازات في هذا الموسم وفي الأعوام الماضية وفي قديم الأزمان. كان له حضور مميز هذا الشعار برفقة الوالد سالم بن علي الصعاق، من يقدم لنا دلمة مع المركز الثالث. المركز الرابع
الحضور مع غرار لحمد بن طالب الراشد بن مسعود. المركز الخامس قدوم شيم لناصر بن غانم بن ناصر الفيدة المري على المركز الرابع. بدأنا بهذه اللحظات مع تدخلنا لأجواء الكيلومتر الأخير، بدأت الخطورة والإثارة والتحدي من قبل هذه الأسماء والسرعة التي بدأت تزيد بهذه اللحظات. أمور البداية ما زالت مع تحديات راهية على المركز الأول مع القيادة والريادة. الأمور هذه لحتى هذه اللحظات يا أخوان، ماذا يجري من هدول الأعصاب؟ الله، المضمرين أعصابهم في ثلاجة حتى هذه اللحظات. البداية ما زالت مع راهية. صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري بن عقيل بدأ يصدر الأوامر. على المركز الثاني الصحاق بن أيمنة الميدان بدأ بالتحرك في هذه اللحظات. بن نايلة قادم. المركز الخامس وصل الجحافي الواعي قادم الأول ندى فاضل بن عبد الله الجحافي على المركز الخامس. لكن بن سالمين، بن سالمين هذا اللي ما منه سلام أبدا أبدا، ما جبنا لطاري أبدا. بالقدوم المثير غادم حقوة عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين، لخبط الأوراق الترشيحات بقدوم هذا الشعار. الصعاق بن سالمين، بن سالمين الصعاق الجحافي، اللحظات الحاسمة. الله بن سالمين اللحظات الحاسمة. الثاني والتبريكات نزفها لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين من فاجانا في اللحظات الأخيرة، والتهنية نزفها لجار الله بن سالمين داعمي هذا الشعار. لك التهنية على هذا الفراموس المستحق، والتهنئة لابن بتلة من تابع هذا الشعار بعملية التضمير. إذا مشاهدينا الكرام، المركز الأول هقوى لعبيد بن حمد بن جلال بن سالمين، المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام كان الوصول من قبل شعار الجحافي الواعية لفاضل بعبد الله بن سعيد الجحافي. المركز الثالث وصل شعار الصعاق. المركز الرابع، إذا بنعطيكم التوقيت وبنواصل المراكز. المركز الأول 7:43.1 الجزمة الثانية، التهاني والتبريكات لعبيد بن حمد بن جلال بن سالمين على فوز أقوى. المركز الثاني كان الوصول من قبل الواعية 7:43.85 الجزمة الثانية، التهاني والتبريكات لفاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي. المركز الثالث كان الوصول من قبل دلما 7:44 جزء واحد من الثانية، التهاني والتبريكات لسعود بن سالم الصعاق. المركز الثالث كان الوصول من قبل شعار ناصر بن غانم بن ناصر الفهيدة المري من قدم لنا وشيم. المركز الخامس كان الوصول من قبل ريادة لصالح بن مسلم بن عقيل المري. التهاني والتبريكات لجميع الإخوان الفائزين. شوط جديد ينطلق والكلمة تعود مجددا.